البنية الداخلة سبق أن أشرت إلى أننا إزاء مشروع الطموح، والحكومة طيلة هذه السنوات الماضية اشتغلت على أجراءات هذا المشروع طموح ميناء الداخل الأطلسي، والذي سيشكل قطب مينائي هام ضمن منظومة الأقطاب المينائية لبلدنا، قطب الدار البيضاء، قطب طنجة الذي هو حاليا الأول على مستوى إفريقيا بعد التوسعة الثالثة، وقطب ناظور غرب المتوسط، فضلا عن ميناء آسفي، فضلا عن المشروع القنيطرة ميناء الأطلسي المرتبط بالمنطقة الصناعية للغرب. فالأمر يتعلق باستراتيجية مينائية تشمل العديد من الأقطاب. ميناء الداخلة ليس ميناء للصيد، وميناء للتجارة الدولية، ميناء وفق سيشكل رافعة اقتصادية لمجموع الأقاليم الجنوبية للمملكة، وسيعزز موقع جهة الداخلة كبوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. ولهذا القيمة المالية تمت مراجعتها. اليوم نتحدث عن 10 مليار ديال الدرهم، في السابق كانت 8 مليار ديال الدرهم. وأيضا الموقع الجغرافي تم تدقيقه، وهناك الآن بالنسبة للبرنامج التنموي لجهة الداخلة والذهب تصور متكامل، بحيث أنه ستحدث منطقة حرة بموازاة الميناء، كما سيقع إرساء قطب للابتكار، وسنجد أنفسنا إزاء قطب اقتصادي مرتبط بالميناء وجاذب للاستثمار ومنتج لفرص الشغل، وهو التوجه الذي أرصدته كما قلت بلادنا في عدد من المناطق والأماكن.